nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı. Bismillahirrahmanirrahim. Doktora Ahlam Matalqa, bakalaureus عقيدة ودعوة وإعلام من الجامعة الأردنية، الماجستير التربية الإسلامية ودكتوراه التربية الإسلامية، أستاذ مشارك في التربية الإسلامية في جامعة اليرموك. هل سبق لك وأن شاركت بالمؤتمر العالمي؟ نعم، شاركت بالمؤتمر العالمي التاسع الذي عقد في هنا في نفس المكان في إسطنبول عام 2010. هل من فرق بين هذا المؤتمر والمؤتمر السابق؟ حقيقة أنا أسمي كلا المؤتمرين مهرجان، وإن كان هذا مهرجانا أكبر، العدد هنا ضخم جدا، يعني أكثر من 97 مشارك من 40 دولة، والمرة الماضية كان من 40 دولة لكن يمكن كان العدد أقل، لكن أرى نفس الحماس، أرى ما شاء الله تنوع في الأبحاث، أرى أن الإقبال أشد على الأبحاث على هذا المؤتمر، وقد أخبرونا أنه قد وصلتهم أكثر من 400 ورقة، واستطاعوا بعد التحكيم أن يجعلوها 100 ورقة، ولكن يعني هذا يدل على الإقبال الشديد على هذا المؤتمر، وأن شخصية النورسي أصبحت شخصية عالمية. برأيك ما أهمية المشاركة بالمؤتمر العالمي لرسائل النور؟ أولاً هي فرصة لتلاقي أعضاء هيئة التدريس من كل مكان في العالم، وهذه فرصة للتلاقي والتعرف، وهذا يعطي تنوعاً في الأبحاث، وهذا ما لاحظناه من خلال المشاركة من كافة دول العالم، والتعرف على جنسيات أخرى، أيضا التعرف على الأفكار خاصة عند غير المسلمين، ونحن نلاحظ أن هناك مشاركين مسلمين وغير مسلمين وأديان أخرى، فهذه فرصة أيضا للدعوة إلى الإسلام، ولا سيما الآن عندنا من كتب عن النورسي وهو غير مسلم، فهذه فرصة لنا أيضا للدعوة إلى الإسلام. ما رأيك بمستوى البحوث المقدمة؟ أنا حتى الآن ما حضرته أجد أنها بحوث عميقة، بحوث متخصصة، بحوث أعدت من قبل مختصين كل في مجاله، فأنا أرى أن هذه البحوث عميقة، ولا سيما أنها صفيت، يعني هذه 97 دراسة أو البحث صفيت من 400 دراسة، فبعد تنقيح وتحكيم، فأظن أنها بحوث قيمة وبحوث إن شاء الله يعني سيكون لها دور في الإسهام في الدراسات عن النورسي. ما رأيك بالخدمات التي تقدمها مؤسسة إسطنبول؟ أنا هنا أغبط كل من يعمل في مؤسسة إسطنبول للثقافة والعلوم، أشعر أنهم يعملون يدا واحدة، أشعر بشعور من يقوم بالعمل عن رغبة، وهذا يعني أمر مهم للنجاح في أي عمل، ولا سيما أن العمل هنا كله قائم على الإخلاص أولا لله تعالى، وقائم على التبرع المحض، وقائم على يعني الرغبة الذاتية، فهذا هو الذي يؤدي إلى نجاح هذا العمل، وهذا السر أنه الآن نحن نقف الآن في المؤتمر النورسي العاشر، لو لم يكن هذا العمل الناجح لما وصلنا إلى هذا المؤتمر وهو المؤتمر اللاحق. وأنا علمت بالصدفة أن هناك مؤتمرا في المغرب سيعقد في 2014 عن النورسي، أيضا مؤتمر في نيجيريا، مؤتمر في السودان، ومؤتمر في القاهرة، فيعني هذه تنبئ أنه هذا اللقاء وهذا التواصل هو الذي أنتج هذه المؤتمرات التي انبثقت عن المؤتمر العالمي الذي ينعقد أصلا في إسطنبول. دكتور، كلمة أخيرة توجهها لجميع المشاركين. نشكر كل من قام على هذا المؤتمر، ونشكر كل من أسهم ابتداء من الطلبة وابتداء من المنظمين، ونهاية بالقائمين على المؤتمر، ومن تلامذة الإمام النورسي الذين ما زالوا على قيد الحياة إلى أصغر طالب من طلاب النور.